مشاهدينا، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعد قليل. أولى حوارات من القاهرة، يعني قراءة في استعراض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي في قمة الحكومات في دبي. بعد قليل ابقوا معنا. بعد زيارة ناجحة اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في القمة العالمية للحكومات، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى تلبية لدعوة مصر كضيف شرف في القمة التي تعقد منذ عام 2013 في إمارات دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الرئيس السيسي حرص خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات. برنامج الرئيس السيسي خلال القمة تضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتمثل الزيارة رسالة واضحة على الاهتمام المصري بتعميق الروابط والعلاقات العربية والمشاركة مع الأشقاء العرب في العمل على تطوير السلطات التنفيذية في الإقليم والعالم في ظل التحديات الحالية، بالإضافة إلى حضور الدبلوماسية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة البلاد عام 2014 على أجندة اللقاءات بشكل واضح في ظل الأنشطة التي يقوم بها الرئيس منذ بداية العام الحالي. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة، حوارات تفاعلية كانت موجودة في القمة العالمية للحكومات في دبي. الرئيس السيسي في هذه القمة استعرض جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وأهم المحطات الأساسية التي مرت بها التجربة المصرية خلال الفترة الماضية، وأيضا كان في استعراض للتحديات الكبيرة الموجودة على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي اللي بتواجه مش بس مصر ولكن كل دول المنطقة نتيجة للأزمات المتعددة من كورونا وغيرها من الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية والسياسية اللي كانت تبعات لهذه الأزمات بشكل أو بآخر. إذن هو تحليل شامل مع حضراتكم، برحب بي مع حضراتكم بضيفتي الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتورة منوراني، أهلا وسهلا. الله يخليك، أهلا بيك. إيه أهمية القمة العالمية للحكومات في دبي؟ يعني الهدف من القمة دي إيه؟ في الأساس يعني. هي طبعا قمة بدولة الإمارات العربية بتعقدها سنويا لمناقشة القضايا الدولية ودور الحكومات في إحداث التنمية سواء بالنسبة لدولة الإمارات أو الدول المحيطة. وبالتالي الحقيقة هي يعني يمكن أنا بتفكرني في الستراكتشر أو الهيكل بتاعها بدافوس، لأن هي يعني ممكن نقول عليها نسخة من استعراض التحديات والتطور والإنجازات اللي تمت في خلال عام والتجارب الناجحة والمضيئة، وعشان كده بتمنح جوائز للإنجازات المميزة في الأداء الحكومي طبعا. وده كان واكب بشكل كبير جدا عملية الديجيتاليزيشن أو الأتمتة للحكومات اللي الحقيقة دولة الإمارات عملت فيها تقدم كبير جدا. فمن هنا جت أهمية أنه يتم لقاء سنوي، ومصر الحقيقة حريصة أن هي تحضر هذا اللقاء السنوي. يعني كل مرة أو كل سنة بيبقى لنا وفد مميز دايما، وزيرة التخطيط الحقيقة بتحضر باعتبار بتمثل الحكومة وبتعرض التجارب، وكتير من المصريين اللي في المجال الأداء الحكومي المميز بيكونوا عملوا تجارب حكومية مميزة بيحصلوا على جوائز في هذه الدورة سنويا. ولكن هذا العام يمكن بيتميز بأن مصر كان ضيف شرف، وبالتالي من هنا كانت أهمية حضور الرئيس السيسي لهذه القمة. لما تشوف الجدول بتاع القمة والموضوعات اللي تم مناقشتها هتلاقيها موضوعات مميزة جدا، يعني مثلا الذكاء الاصطناعي وتأثيراته، العملات المشفرة إلى أي مدى إحنا داخلين على، يعني بنتكلم على النظام الاقتصادي العالمي، إيه التحولات اللي تطرأ أو اللي طرأت على النظام الاقتصادي بما في التحديات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. لأنه هي مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية إيه؟ هي إنها جت عقب تماما كوفيد،
19، يعني هم في دول يعتبروا أزمتين متعاقبتين في زمن قياسي بسيط. العالم يتعافى بشكل أو بآخر. وبعدين الملاحظ يعني وإحنا بنستعرض السياسات الاقتصادية اللي أخذتها الدول في أثناء كوفيد 19، هتلاقي إنه السياسات اللي بتواجه الحرب الروسية الأوكرانية تقريبا عكسها تماما. يعني بمعنى ان احنا مثلا بنتكلم في كوفيد، احنا كنا بنتكلم عن انخفاض حاد في اسعار البترول، جت الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع حاد في اسعار البترول. فهنا لما تيجي على قطاع الاعمال تلاقي النقلة دي، وفي نفس التوقيت كنا بنتكلم على انه قطاع تكنولوجيا المعلومات كان في كوفيد ازدهر ازدهار شديد جدا، وبعدين بدأ القطاعين، وبعدين جت على طول الحرب الروسية الأوكرانية. دلوقتي احنا بنشوف شركات دولية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بتسرح بالعشر تلاف عامل وغيرها، وبالتالي التحول عنيف جدا. وهنا ده بيخلي بقى موضوع غاية في الأهمية بيظهر، هو الريزيلينس. يعني إيه الريزيلينس؟ يعني القدرة أو المرونة الكافية لمواجهة الصدمة. الاقتصاد إيه عناصر قوته اللي تخليه قادر على أنه يواجه الصدمة؟ عشان كده بالنسبة للحالة المصرية إحنا بدأنا نقول إيه؟ إن إحنا لابد أننا نستفيد بالدروس اللي مرينا بيها من الأزمتين المتعاقبتين دول. يعني بدأت تطلع مثلا التصريحات إن أنا نمرة واحد لا يمكن أرجع تاني أعتمد على الهوت ماني اللي هو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. صحيح. مش هعتمد عليها تاني. ليه؟ لأن هي ممكن خرجت مع الحرب الروسية الأوكرانية 22 مليار دولار، عملوا لي دروب كبير جدا في الرصيد من العملة الأجنبية، وبالتالي اضطريت إن أنا أعمل خفض في قيمة الجنيه المصري أو ديفالويشن أو عملية التعويض. وداني فترة عبال ما أحقق نوع من التوازن في ده. يبقى إذن الأساس عندي هو إيه؟ السياسات الناجحة هي اللي إيه؟ تركز على استغلال المزايا النسبية اللي عندي المرتبطة بقطاعين الصناعة والزراعة، لأن الزراعة أساسية ليه؟ عشان تأمن لي أمن غذائي بما يتفق مع قدراتي. وكمان عندي تكنولوجيا المعلومات مهم جدا، ولا ننسى ان مصر حققت طفرة جيدة في تكنولوجيا المعلومات في الفترة الأخيرة بمعدل نمو زاد عن 16% في هذا القطاع، وبالتالي انا عندي مجالات هائلة جدا، ودخلت في أتمتة الحكومة وغيرها فيما يتعلق، يعني ده مواكب شوية الى ما يجري في قمة الحكومات. فمن هنا بتيجي أهمية إيه؟ إن أنا بقى عندي كمصر، وده يمكن الرئيس السيسي تناوله في خطابه، إن أنا بقى عندي في مصر رؤية واضحة حول إنه إيه هي الدروس المستفادة مما سبق. علي إن أنا أركز على قطاع الصناعة وقطاع الزراعة. طيب هل أنا ماشي في إطار قطاع الصناعة باستراتيجية واضحة؟ طبعا احنا في المؤتمر الاقتصادي اتكلمنا اننا محتاجين استراتيجيه واضحه لقطاع الصناعه. صحيح. والقصه هي ايه؟ ان انا النهارده لو انا الاستراتيجيه المثلى لمصر انها تتبع تشجيع الصادرات ومعاها زياده المكون المحلي لبعض المنتجات المصريه اللي هي بيطلق عليها احلال الواردات، لكن هي مش المقصود بيها ان انا ألغي الواردات، هي المقصود بيها أن أنا أبتدي أحدد طب فين الصناعات اللي عندي فيها ميزة نسبية. مثلا وفقا لدراساتنا احنا كاقتصاديين، ملابس جاهزة، صناعات غذائية، أساس، جلود، وكثير، وفي صناعات تانية أخرى زي مواد البناء وغيرها. ولكن أنا النهاردة لما أجي أبص لقدراتي التصديرية في الصناعات اللي عندي فيها ميزة نسبية ليها ضعيفة. طيب هنتوقف عند النقطة دي. هنروح مع حضراتكم بعد قليل لموجز لأهم الأنباء، بعد نتواصل في هذا الحوار، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مرة تانية بنكمل هذا الحوار حول مرونة الاقتصاد المصري أو أي اقتصاد في إطار حوارات قمة الحكومات في دبي، مرونة الاقتصادات المختلفة على مواجهة الصدمات. هذا الحوار اللي برحب فيه مع ضيفتي مع حضراتكم الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.
دكتورة من جديد أهلا وسهلا. أهلا بك. قبل ما نروح لموجز الأنباء سيادتك كنت بتستعرضي القطاعات الأساسية اللي الدولة المصرية بتركز عليها خلال الفترة الحالية ك يعني دروس مستفادة من الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله مر بيها اللي هو القطاع الزراعي والصناعي. صحيح، هو يمكن يعني أنا أتمنى أن أنا أشوف رؤية واضحة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي وفيما يتعلق باستراتيجية المئة مليار دولار، لأنه يعني إحنا النقطة عندنا هي أننا دعم الصادرات، أي مصدر بيصدر أي سلعة بيروح يتقدم ويحصل على دعم الصادرات، في حين أنه الحقيقة ده ما بيحصلش في أي استراتيجية أي دولة في العالم من التجارب اللي نجحت زي الصين وغيرها عملتها. اللي بيحصل هو أن الدولة بتقول أن أنا اللي تقدر مصر تصدره بشكل واضح ومحدد في خلال السنتين اللي جايين، لأن عندنا ميزة نسبية تستطيع أن تتحول إلى ميزة تنافسية، هي خمس صناعات على سبيل المثال بنركز وبندي تبقى السياسات الاقتصادية دعم لهذه الصناعات، والدعم موجه لهذه الصناعات ولكل أشكال المنتجين سواء كان منتجين كبار أو متوسطين أو صغار، وبحيث أنه بعمل زخم يؤدي إلى أن الرقم يعني مثلا زي في الملابس الجاهزة أنا بصدر ب 2 مليار دولار، أنا ممكن الرقم ده يطلع ل 30 مليار. فإذا أنا لو شجعت كل المصانع الصغيرة والورش أنها تبتدي تشتغل وكان عندي قوائم بيانات وقاعدة بيانات لازاي ادعمهم فنيا وتكنولوجيا بكل الطرق الممكنة ومعروفة هذه الطرق، يبقى هبتدي اعمل النقلة التصديرية اللي انا بتمناها اللي هي اوصل للمئة مليار في وقت بسيط جدا، مع ان انا الصناعات الاخرى اللي بدأت اكون فيها قواعد انتاجية ولكن ما اقدرش انافس فيها دوليا ابتدي بقى اساعد في ان انا اكون فاليو تشين لها اللي هو المكون المحلي عشان ارفع تنافسيتها، وبالتالي احميها لفتره مؤقته، يعني الحمايه بتاعتها تبقى لفتره مؤقته. واللي انا بعمله ده وضوح الرؤيه حول ايه الصناعات اللي تتصدر وايه الصناعات اللي اكمل سلاسل الإمداد بتاعتها عشان أرفع قدراتها التنافسية وأحط لها خطة في خلال سنتين ثلاثة، دي تتسق مع سياسة تجارية، يعني يبقى الجمارك على المكونات من أول المادة الخام إلى السلع الوسيطة تتماشى مع الاستراتيجية بتاعة التصدير. ده الحقيقة مش موجود عندنا في مصر. ده اللي انا بتمنى، الازمات المتعلقه بالضرايب والجمارك وما الى ذلك. بالظبط، واحنا يعني عشان كده بتلاقينا دايما ايه، بتلاقينا دايما ما بنحققش المستهدف، لان احنا الرؤيه من الاول مش واضحه وقاعده البيانات مش واضحه، رغم اننا بنصرف مبالغ ضخمه على الدعم، لكن هل هو هذا الدعم الصادرات هل بيروح مكانه عشان يديني النتائج المطلوبه؟ ده اللي بنتمنى ان احنا نشوفه. والحقيقه في جهد كبير جدا من الدوله حاليا في ان هي تشخص المشاكل، تشخيص المشاكل مهم جدا، والرؤيه المرتبطه بتغليب المصلحه العامه على اي مصالح خاصه سواء لمصانع بذاتها او 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 الى مستثمرين بذاتهم. القضيه قضيه ايه؟ قضيه مصلحه الدوله اللي هي اللي يجب ان تسود، وكذلك ان انا ادخل في صناعات بتوفر فرص عمل. يعني القضيه هي ايه؟ انا النهارده عندي بطاله عاليه في الشباب وفي المراه، يبقى لو انا اخترت الصناعات الصح هقدر اوظف كل هذه العماله، وبالتالي انا بكافح الفقر، انا بحقق التنمية المستدامة اللي أنا بتكلم عنها. فهنا دي نقطة إن اختيار الصناعات بشكل سليم، تكامل الصناعات مع بعضها، كمان في طاقات هائلة غير مستغلة. يعني أنا خلينا نتكلم على لسه الحكومة طرحة الـ 32 شركة للطرح اللي تم من الحكومة عشان نزود الوزن النسبي للقطاع الخاص. الطرح ده مهم جدا ان هو يحدد الطاقات القائمه في قطاع الاعمال العام. بمعنى مش شرط ان انا لما اجي اقول ان انا 32 شركه هيطرحوا وفنادق وبنوك، مش شرط ان انا اجي اقول ان ال 32 اللي هيطرحوا دول لمستثمر استراتيجي او في البورصه، مش شرط انه تبقى فيه يعني سمة معينة. انا بتكلم اقول ايه، انا عايز هذا الاصل
يدر علي أكبر قيمة اقتصادية ممكنة. هي دي الخصخصة. الخصخصة احنا يمكن كمصريين هي سمعتها سيئة عندنا لأنها ارتبطت بالفساد كانت موجودة. وارتبطت بالذاتية وتغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة. لا احنا بنيجي نقول ايه عشان نطبق صح ما أعلنت عنه الحكومة ويكون ده في صالح المصريين كلهم لأن ده مال المصريين وبالتالي لابد أن المصريين يستفيدوا بيه خصوصا وأنا في وقت أزمة. فيبقى ببتدي أقول ايه والله لو فندق وفندق له قيمة تاريخية الفندق ده أخليه الإدارة يبقى هو نوع من الخصخصة وحافظ على الأصل التاريخي فيبقى أنا خليت الإدارة دخلت طورت وحسنت وضخت أموال وكسبت وأنا كسبت إن أنا الأصل التاريخي ده بقى بشكله الجيد. قاعات كثيرة جدا في شركات قطاع الأعمال لا يتم استخدامها طاقات عاطلة جبارة صحيح. طب كل العنابر دي أطرحها للمشاركة مع القطاع الخاص. كتير جدا من المستثمرين بدل ما يقعد يبني مصنع ممكن يجي ياخد حق امتياز حق انتفاع تأجير لهذه القاعات مشاركة حتى هو ده شكل المشاركة. ما أنا هنا زودت وزن القطاع الخاص وقللت رأس المال المستثمر وقللت المدة اللي هياخدها المستثمر وكمان حافظت على الأصل بتاعي كما هو من البيع. هناك يعني مئات الفرص والبدائل اللي أنا بيها أقدر أشغل الطاقات الإنتاجية. المهم اللي أقول إيه يعني مثلا ما ينفعش النهاردة أن أنا بصنع مستلزمات طبية كمامات وغير وعندي ميزة أن أنا أصدرها وبستورد المادة الخام الأساسية اللي هي بيتصنع منها الكمامات. طب أنا ممكن أصنعها في الداخل. طيب دي لو أنا طلبت من مجموعة مستثمرين يبتدوا يصنعوها هيبتدوا ياخدوا قاعات ويبتدوا يصنعوها دي تحصل في وقت قصير جدا وبالتالي أنا ضخيت وكملت سلاسل الإمداد وزودت الطاقات الإنتاجية ورفعت تنافسية المستلزمات الطبية دي للتصدير. نفس القصة ما ينفعش ان انا يبقى عندي البوليستر ده يعني خامات الصناعية اللي بتدخل مع الخامات القطنية او غيرها يبقى انا ممكن ان انا ابتدي اصنع في حاجات كده. طيب احنا رازبينها يعني خليني اسأل سيادتك سؤال يمكن البعض كتير بيطرحه لما نتكلم على الصناعة والزراعة تحديدا. خلينا نتكلم على الصناعة تحديدا طالما بنتكلم في هذا الملف تحديدا. ليه عندنا التشخيص بياخد وقت كبير والتنفيذ برضو يعني رتمه ضعيف جدا رغم ان الحلول او تشخيص المشاكل معروفة والحلول برضو قد تكون معروفة ايه المشكلة فين يا فندم؟ المشكلة في الاطار المؤسسي يعني الاطار المؤسسي هو ايه؟ هو يعني مثلا احنا النهاردة لما جينا في المؤتمر الاقتصادي جينا قلنا ايه؟ احنا اتحاد الصناعات بيمثل المصنعين ومحدد قائمة بالمشاكل اللي بتواجه المصنعين وطرحها على الحكومة والحكومة وعدت ان هي تواجهها. لكن المصنعين هم بيشتغلوا في قطاعات وصناعات مختلفة. طب اين رؤية الدولة؟ فقلنا فين الرؤية؟ طيب النهاردة حتى الان من المؤتمر الاقتصادي الوزارة وزارة التجارة والصناعة لحد دلوقتي قالت انا هطلع الاستراتيجية لكن ما طلعتش الاستراتيجية. فهناك تأخير في ان انا تطلع لي استراتيجية رغم ايه؟ رغم ان السينك تانكس يعني مثلا احنا عندنا في اكاديمية البحث العلمي 9 مجالس عندهم كل الدراسات دي. طب يا جماعة وكل ما بنسمع عن ازمة بنروح مطلعين ورقة ونروح مدخل مركز المعلومات التابع لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بدأ يستعين بيه واحنا بنتعاون معاه عشان كل اللي عندنا نطلعه. ليه؟ لان كلنا عايزين بلدنا تبقى احسن صحيح. وبالتالي كلنا عندنا دراسات ميدانية وعندنا خطط وعندنا كل ده معمول دراسات له وبالتالي خدوها عشان التنفيذ يبقى بسرعة. فلما اجي انا اقول لابد ان تكون هناك خطة استراتيجية لابد ان يكون عندكم قاعدة بيانات عشان تبتدوا تقولوا والله هو لما اجي اقول مثلا انا عايزة صناعة الملابس الجاهزة بدل ما تصدر ب2 مليار تصدر ب30 مين اللي هيصدر لي؟ ما انا عارفة المصانع الكبيرة مش هتقدر تنقل من 2 ل 30 يبقى اللي هيصدر مين مع الكبير؟ الكبير مهم جدا لكن معاه متوسط وصغير. فين بقى قاعدة البيانات؟ هتلاقي المتوسط والصغير ده بعض منه قطاع غير رسمي كتير منه قفل نتيجة ان دورة الانتاج مش قادر يغطيها
فهنا قواعد البيانات مهمة قوي. فيبقى التأخير جاي منين؟ التأخير جاي من الإطار المؤسسي اللي بيحكم هذه العملية. كمان في نقطة مهمة جدا، وهي إنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لازم يكون عندهم آليات للمتابعة والتقويم. يعني إيه؟ يعني إنه ما يتم طرحه، يعني رئيس الجمهورية طرح كثير من الخطط والاستراتيجيات وكذلك رئيس مجلس الوزراء، ولكن زي ما حضرتك بتقول كده بنبص نلاقي إنه على ما بتنزل إلى مستويات التنفيذ، يمكن الكلمة دي قالها الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي لما قال إن إحنا بنحاول نجري بسرعة لكن الجهاز المؤسسي والجهاز الإداري ما بيلاحقش. يعني إحنا وإحنا بنتكلم النهاردة على قمة الحكومات الأداء بتاع الجهاز الحكومي مهم جدا جدا في التنفيذ. هل أداء الجهاز الحكومي يسير بنفس سرعة الطرح يعني مثلا أنا بتكلم على أتمتة الحكومات، على إن أنا يبقى كلها ديجيتالايزد، لما كل ده بيتم هل الجهاز الحكومي عنده هذه القدرة المؤسسية؟ عشان نقول كده بنيجي بقى الكلام ده أنا بقوله وأنا في مجلس الشورى، هل عندك في الجهاز الحكومي في كل وزارة تحديد للمهام والمسؤوليات وتوصيف لكل وظيفة ومتابعة للنتائج؟ هل في حد في الحساب في الجهاز الحكومي بيتحاسب على اللي بيقوم بيه؟ يعني مثلا إن عندك أهداف محددة قابلة للقياس وعملت إيه وما عملتش إيه وفي النهاية يتم يعني ثواب وعقاب مقابل ده. طب إحنا كنا بنأمل إنه مع النقل للعاصمة الإدارية في قانون الخدمة المدنية اللي هو بيعمل تطوير للجهاز الحكومي، التطوير اللي معاه توصيف للوظيفة ومعاه رؤية واستراتيجية، ده ما تمش بالشكل اللي يؤهل إن أنا ألاقي نتائج ملموسة على أرض الواقع من الإنجازات اللي بتتم. وبالتالي من هنا بنيجي في إننا بنتكعبل بقى في الأجزاء دي. فهو ده بقى اللي احنا مفروض إننا بنسابق الزمن عشان نقدر نوصل له. وآليات المتابعة والتقويم هتساعد في تحديد ده، لأن هي لما هنيجي نقول الاستراتيجية قدامها خطة عمل، خطة العمل هنقول مين المسؤول. يعني النهاردة كتير قوي حتى في الإعلام دلوقتي انتوا حفظتوا كإعلاميين إننا لما نيجي نتكلم في قضية معينة تقوم تقولوا إيه؟ والله إحنا هنروح للجهة دي هي دي اللي هتبقى مسؤولة، صح. إحنا هنتابع مع الجهة دي هي اللي هتبقى مسؤولة. فبدأنا أول نقطة في إننا نلاقي نتائج هي إننا نحدد المسؤولية، وجوه الجهاز الحكومي اللي هو بيتحدد المسؤولية بتاعته دي نحدد أشخاص بقى، أنت عليك كذا وأنت عليكي كذا، وهنتابع القضية. يعني مثلا لما رئيس الجمهورية بيعمل لقاءات مع الوزراء لمتابعة الوضع، وكذلك رئيس مجلس الوزراء ما بيعمل لقاءات لمتابعة أي قضية، هل بتبقى فيه هناك رأي محايد علمي يقول انه والله الحكومة بتقول انا عملته، والرئيس الجمهورية بيبقى عنده خطة العمل اللي الحكومة بتيجي تقدم انجازاتها عشان هي عملت ايه، لكن هل بيبقى في رأي محايد مختلف يقيم سمع كلام الناس وجمع معلومات اللي هم زي قصة الواتش دوجز بتوع الولايات المتحدة الامريكية، الخبراء مجموعة الخبراء اللي هم دورهم ايه، يشوفوا والله السياسة دي ايه انطباقها واثرها على الناس ايه وردت عليها، وخصوصا واحنا بنتكلم على مرونة الاقتصاد. يعني مرونة الاقتصاد، يعني مثلا احنا النهاردة احنا كاقتصاديين بنقول الحلول دي بقالنا 30 سنة ولا يؤخذ بها. فالنهاردة هل انا امتلك طرف التجربة والخطأ trial and error اللي انا ماشي عليها بقالي فترة طويلة دي، وبعدين اقول ايه والله ده انا غلطت ان انا اعتمدت على الاموال الساخنة. طب ما احنا قبل الاعتماد على الاموال الساخنة قلنا كتير، يعني في هذا البرنامج انا قلت كتير جدا ارجو عدم الاعتماد على الاموال الساخنة، وقلت ان التصدير هو الاساس، وقلنا انه تعالوا نشوف السياحة، ملف السياحة محتاج إعادة نظر في كثير من الأمور، والفلوس اللي بتروح برا والحجز والفلوس اللي بتتسرب برا، الكلام ده كله محتاجين إن احنا نراجعه عشان نطمن حتى إن إيراداتنا من العملة الأجنبية بتدخل. اتكلمنا مثلا على قانون العقارات، قلنا إن صدر قانون في مصر
ان الشراء العقار اللي بيشتري عقار بياخد إقامة مؤقتة، وانا عندي عدد كبير جدا من الإخوة العرب اللي عايشين معانا وبيستفيدوا من وجودهم هنا في اعمال تجارية واقتصادية كثيرة جدا وبيحققوا ثروات، وربنا يبارك لهم في الثروات دي. لكن هو السؤال الجوهري، هم الثروات دي مفروض يخرجوها بره ولا ابتدي استفيد من وجودهم انهم يشتروا عقار وياخدوا يستريحوا في الاقامه بشكل مؤقت مع المراعاه الابعاد الامنيه، وفي الحاله دي لازم يكونوا دفعوا كم من الدولارات عشان صحيح. يقدروا. فدي كلها مصادر للدولارات مفروض طيب. اننا ناخد بالنا. يا دكتوره كمان عايز اتكلم على القطاع الزراعي، اذا كنا بنتكلم على يعني قطاعين اساسيين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، اليات دعم الدوله للقطاع الزراعي في ظل الكثير من التضارب في السياسات، يعني وقت حصاد الرز عندنا مشكله في الرز ومشاكل متعدده، يعني بتشوفي اليات دعم هذا القطاع اللي الحقيقه كان يعني اهمل لفتره كبيره طبعا. جدا لتحقيق المزيد من التامين الغذائي للدوله بالزبط. المصريه بس هو في طفره كبيره جدا بتتم في القطاع الزراعي. اللي انا بتمناه في القطاع الزراعي الاقتصاد مش داخل في القطاع الزراعي بالشكل الكافي. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا بنشوف زيادة الاراضي المزروعة، بنشوف زيادة الصادرات من الخضار والفاكهة ودي رائعة، بس عايزين بقى ان لو انا صادراتي من الخضار والفاكهة مقربة على 5 مليار دولار، لازم صادراتي من الصناعات الغذائية تتضرب ال 5 مليار دولار يتضربوا في 10 يبقوا 50، ويمكن كان رئيس مجلس الوزراء لسه عامل اجتماع في ده، فده محتاج شغل كتير. فانا القطاع الزراعي محتاجة مثلا اتكلمت على صوب زراعية، ايه اقتصادياتها الصوب دي؟ دي محتاجة شغل كتير جدا. والرئيس اتكلم انه في مشروعات، واحنا بنتكلم بقى على الطرح ودور القطاع الخاص، الرئيس اتكلم قال الصوب الزراعية الكتيرة دي انا بقى طالب ان الشباب يدخلوا يستثمروها، ولكن جهاز الخدمة الوطنية اللي ماسك هذه الصوب ما حط الشروط، ولا شفنا اعلانات عن ان جهاز الخدمة الوطنية طلع قال ان اللي عايز يجي يشارك من الشباب ادي الشروط وادي العائد والتكلفة وادي دراسات الجدوى وتعالوا يا شباب استثمروا، يبقى دي فرصة لزيادة الوزن النسبي للقطاع الخاص وان انا ادرب الشباب دول يبتدوا يستثمروا. وبالتالي دي كلها قضايا عايزة نشتغل عليها. مثلا الاسماك، المزارع السمكية، ازاي قاعدين نتوسع في المزارع السمكية واسعار السمك بترتفع؟ في هنا حاجة غلط، لابد اننا نتابع الثروة الداجنة. يعني احنا خرجنا من الجمارك بمليارات الدولارات والدولة ادت أولوية والفراخ قاعدة أسعارها ترتفع. صحيح. ليه؟ لأنه يقال أنه في احتكارات في المستوردين للأعلاف. طب ليه أنا أسيب احتكارات؟ من عندي قوانين غير منضبطة يعني. التشبيك هنا محتاج، وده اللي أنا بقول عليه اللي هي آليات المتابعة والتقويم، وإن أنا أصحح الخلل on the spot، يعني بسرعه فائقه تساعد في ان ده ينعكس على النتيجه اللي يحس بيها المواطن. فدي كلها لو احكمنا هذه الحلقات وتابعناها بدقه ورفعنا كفاءه الاداء فيها، انا اعتقد المواطن المصري ان في حاجات كويسه جدا بتتعمل، ولكن الكفاءه في التنسيق والتكامل بين هذه صحيح. الادوار ممكن جدا تفرق جدا معانا كلنا. أشكرك، نورتيني على هذا التحليل الراقي. بشكرك الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. بشكرك يا دكتورة، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد قليل حوار ثاني في من القاهرة، أيضا قراءة في مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الحكومات في دبي. ابقوا معنا.